أنابت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار لافتتاح معرض فن البحرين عبر الحدود آرت باب 2019 في نسخته الرابعة، والذي يستمر حتى 10 مارس الجاري بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات. وقد أعربت معالي رئيسة هيئة الثقافة والأثار عن شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على ما توليه سموها من اهتمام وتشجيع ودعم للفنانين البحرينيين، مؤكدة معاليها أن مبادرة فن البحرين عبر الحدود التي تحظى بدعم سموها حفظها الله فتحت الأفاق للفنان البحريني لعرض أعماله في أكبر دور العرض وصالات الفن في العالم، إلى جانب مشاركته مع كبار الفنانين من مختلف بلدان العالم في المعرض الذي تحتضنه البحرين كل عام. وأشارت معاليها إلى أن مثل هذه المعارض تشكل فرصة لتسليط الضوء أكثر على أعمال الفنان البحريني التي تتميز بالحداثة والإبداع، وتعد تجمعا سنويا يلتقي فيه الفنانون بنظرائهم من الدول المختلفة للتعرف على تجارب جديدة واتجاهات مختلفة يمكن أن تضيف الكثير للتجربة البحرينية المتميزة في مجال الفن. من جانبها بينت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة مدير عام مكتب قرينة ملك مملكة البحرين إلى أن احتضان المملكة لمثل هذه المعارض يأتي مكملا للجهود الوطنية الداعمة للفن، ومن شأنه أن يدعم التوجهات في جعل مملكة البحرين محطة هامة في المنطقة ووجهة جاذبة للثقافة والفن، خاصة في ظل ما تحظى به من مقومات الجذب السياحي واستنادها على حضارة وتاريخ عريق، موضحة سعادتها أن أي بلد لا يروج لفنه يكون تراثه منقوصا. وأشادت مدير عام مكتب قرينة ملك مملكة البحرين بدعم صندوق العمل تمكين لمبادرة فن البحرين عبر الحدود عبر تنظيم معرض سنوي في المملكة خلال شهر مارس من كل عام، إضافة إلى تنظيم فعاليات فنية دولية والمشاركة في أحدث المعارض الفنية ذائعة الصيت في العالم للترويج لأعمال الفنانين والفنانات التشكيليين البحرينيين. هذا وتجولت معالي رئيسة هيئة الثقافة والأثار في أركان المعرض بحضور عدد من المسؤولين، حيث زارت ركن ذا بحرين روم وهو ركن مصمم لعرض الروائع الفنية المتجذرة في التراث الحرفي لمملكة البحرين بمشاركة 12 حرفيا بحرينيا، حيث يمتاز بروح العراقة والحرفة البحرينية بطراز حديث ومطور. كما زارت معاليها جناح باب للفن البحريني والذي احتضن أعمال 32 فنانا بحرينيا من الجنسين، إلى جانب أجنحة لحوالي 15 دار من دور الفنون في مختلف دول العالم و16 فنانا مستقلا من 14 دولة.